السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو ده مش درس على قد ما هو إجابة على استفسارات الناس اللي ما كانتش عارفة تدخل المحاضرات بتاعتنا في الأونلاين على موقع لايف ستريم. كل بس اللي أنا عايز أقوله إن أنا أنوه على افتتاح مقر جي اف اكس أكاديمي الجديد المشترك مع المعهد الثقافي الدولي بالمنصورة اللي هو ICI. إن شاء الله بإذن الله كل الكورسات بتاعتنا بإذن الله هتتدرس في المركز، سواء كان سينما 4D، سواء كان افتر افكتس، او ان كان 3D ستوديو ماكس، او ان كان فوتوشوب او بريمير او غيره. طبعا بيانات المركز قدامكم، ان شاء الله بنسعد باستقبال الحجوزات بتاعتكم من دلوقتي، وباذن الله هيتم عقد سيمينارات كتيره جدا مجانيه في المركز باذن الله. ده كان مبدئيا تنويه سريع على المقر الجديد ل جي اف اكس. لكن انا عايز اتكلم عليه اللي هو ازاي تدخل المحاضرات بتاعتنا اونلاين. مبدئيا ممكن تحضرها عن طريق اما انك تدخل على صفحه الرئيسيه للمنتدى، هتلاقي في الشمال المحاضره او البلاير بتاع المحاضره. طبعا لو عملت بلاي هتشتغل معاك المحاضره وتقدر تتابعنا من على موقعنا، او انك انت لو ضغطت على جي اف اكس اكاديمي تي في هينقلك للبث المباشر على موقع اللايف ستريم، واللي من مميزاته انك انت بتقدر تعمل شاتنج مع المحاضر مباشره. الشاتنج حاجه من اتنين، اما انك انت بتبقى عندك حساب اصلا على لايف ستريم، وفي الحاله دي بتعمل لوج ان الاول وبتكتب وبتبعت اللي انت عايزه، او انك انت بتضغط على فيسبوك وتضغط على تشيكن اند شات، بتخش بحسابك بالفيسبوك. طبعا بيقول لك انفايت يور فريندز، طبعا يستحب لو انت حابب انك انت يعني تدينا شويه سبورت وتعمل دعوه لاصدقائك للمحاضره، او لو انت مش حابب ممكن تضغط على سكيب وتدخل تبدا تكتب اللي انت عايزه وتضغط سي او تضغط انتر فتعمل شاتنج مع المحاضر بالشات بتاع الفيسبوك. نفس القصه في تويتر. اذا انت عندك لايف ستريم، عندك فيسبوك، عندك تويتر، طبعا فيسبوك تقدر انك انت من تحت هنا تعمل انفايت فريندز وتدعو الاصدقاء بتاعك، لكن بطريقه اسهل شويه. طبعا هو هنا الفايرفوكس منع عرض النافذه، لكن هنضغط تاني بتطلع لك نافذه زي دي، بيظهر لك فيها الفريندز بتوعك. اضغط على اي فريند يعجبك، هما الفيسبوك عامل ليميت ل 80 فريند، اضغط على اي حاجه تعجبك واضغط سند لايف ستريم انفيتيشن، هيوصل لهم بلينك القناه. ده كان بس حاجه سريعه كده على ازاي انك انت تقدر تدخل على القناه. حاجه اخيره، احنا خفضنا الجوده بتاعه، طبعا هي مش دي الجوده بس الجوده دي بتحسن سنه مجرد ما انت بتعمل الستريمنج. كل الكلام ده علشان اي حد عنده اي سرعه يقدر يتابعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.